الأربعون النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث الخامس عشر: آداب إسلامية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.